السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب جميعا تكونوا بخير. احنا في المحاضرة رقم 6 الخاصة بشهر سبتمبر. المحاضرة دي هي تكملة للمحاضرة اللي فاتت اللي اتكلمنا فيها عن sentence structure، عن تركيب الجملة. المحاضرة اللي فاتت والمحاضرة دي مهمين جدا عشان هما بمثابة التمهيد الخاص بالجرامر، فلازم نكون مركزين في المحاضرة اللي فاتت ونبقى مركزين في المحاضرة دي، عشان بطبيعة الحال هيكون في اجزام، هيكون في امتحان عقب انتهاء بأمر الله. هنشرح المحاضرة دي، الامتحان هينزل النهاردة او بكرة بالكتير، فلازم نكون مركزين. باي ذا واي، احنا كنا وقفنا لحد الفيرب، وقلنا ان اخر نوع عندنا من الفيربس هو الفريزل فيرب اللي هو الفعل الاصطلاحي يعني، وده اللي كان بيبقى عباره عن مجموعه من الكلمات بتستخدم كفعل وبيحتوي بقى على فعل وحال او فعل وحرف غرم، زي take to set off look after give up وهكذا. دلوقتي هنتكلم عن الادفيرب. الادفيرب اللي هو الحال. What is an adverb؟ ما هو الحال؟ ايه الحال ده؟ اولا الادفيرب is the word that adds to the meaning of a verb, an adjective, another adverb of a, or a whole sentence. الحال ده هو كلمة يا اما انها بتضيف لمعنى فعل او معنى صفة او معنى حال او جملة كاملة. الحال وظيفته متسعة شوية تبعا لنوعية الحال. قد يصف الحال فعل، وقد يصف الحال صفة، وقد يصف حال آخر، وقد يصف جملة أخرى جملة كاملة. يعني أنا بقول he walks quickly، هو يمشي بسرعة، ف quickly بسرعة ده حال وصف الفعل أو وصف كيفية المشي، المشي اللي هو الفعل، فعشان كده ده اسمه ظرف طريقة هناخده دلوقتي، بيبين الطريقة أو الكيفية التي حدث بها الفعل وهو walk. He walks very quickly. هو بيمشي بسرعة جدا. لو خدنا بالنا في هذا المثال ان اللي جاي في الاخر quickly، وده ظرف بيصف الفعل اللي هو walks. طب very ده ايه؟ very ده جدا بتصف الحال التاني اللي هو quickly. يبقى quickly بيصف الفعل، فهذا هو ظرف الطريقة. فانا بقول هو بيمشي بسرعة. طب انا حددت درجة السرعة دي ان هي سرعة جدا، اهي جدا دي بتحدد درجة السرعة، ف very اسمه ظرف درجة، adverb of degree، وظروف الدرجة هي الظرف الذي يتحكم في قوة صفة او ظرف اخر. يعني انا بقوله مش بيمشي بسرعة بس، ده بيمشي بسرعة كبيرة، بيمشي بسرعة جدا، اهي جدا دي بتصف كويس، يعني بتصف الحال الاخر. يبقى ده اسمه ظرف درجة. يبقى في ظرف طريقة وظرف درجة. ظرف طريقة بيصف الفعل، ظرف الدرجة بيصف الحال أو الصفة. أوكي. The weather is very cold. الطقس بارد جدا. نفس القصة. Very ده ظرف درجة حدد درجة الصفة. يبقى ظرف الدرجة يا إما بيصف ظرف بيجي قبل ظرف بيحدد درجته، يا إما بيصف صفة بيجي قبل صفة يحدد درجتها. اوكي luckily لحسن الحظ she passed the exam، نجحت في الامتحان. luckily ده بقى اسمه ظرف جملة، اي الظرف الذي يسبق جملة كاملة ويصفها. الظرف اللي بيصف جملة كاملة ده بيجي في الاول، بعد كده بتجيب كما، بعد كده بتجيب الجملة الكاملة اللي هو بيصفها. فهنا luckily ده بيصف مضمون الجملة اللي هي she passed exam، اللي نجحت في الامتحان. اذا انا عندي اربع انواع من الظروف: ظرف درجة، ظرف طريقة، ظرف يصف جملة، ظرف جملة كاملة. ظرف الدرجة ده ممكن يصف فعل، ممكن يصف صفة، وممكن يصف حال. يبقى انا عندي ظرف طريقة، ظرف درجة بيصف حال، ظرف درجة بيصف صفة، وعندي ظرف بيصف جملة كاملة. هنا بقى what do adverbs do؟ هي الأحوال بتعمل ايه بالظبط؟
When an adverb modifies a verb, it tells us how, when, where, why, how often, or how much the action is performed. لما الظرف بيعدل أو بيصف الفعل فهو بيقول لنا إمتى وإزاي وليه وفين وكم مرة والمقدار اللي الفعل بيحصل بيه. يعني أنا لما بقول سلمى walks slowly، تمشي سلمى ببطء، هنا slowly اتفقنا مع بعض إن هو ظرف طريقة، ظرف كيفية يصف الكيفية التي يحدث بها الفعل. فslowly ظرف كيفية وصف المشي اللي هو walks. فهنا أنا بصف، لو أنا جيت أجيب أداة استفهام للجملة دي عشان أسأل هي سلمى بتمشي إزاي، أجيب how. How does Selma walk? Selma walks quickly, slowly. Selma بتمشي ببطء. طب هو في ظرف بيدل على زمن. أحمد left yesterday. أحمد غادر بالأمس. أنا هنا برد على سؤال بيبدأ بwhen. طب في ظرف بيرد على مكان. عمر lives here. ده ظرف مكاني. يبقى بيرد على أداة استفهام where. يعني أنا لو قلت أحمد ولا عمر عايش فين، هقول where does عمر live؟ عمر lives here، يعني عمر عايش هنا. يبقى في ظرف بيصف فعل بيدل على الكيفية زي slowly، في ظرف بيصف فعل بيدل على الزمن زي yesterday، في ظرف بيصف فعل بيدل على المكان زي here. طيب I visit my grandma once a week. أنا بزور جدتي مرة واحدة في الأسبوع. Once a week. يبقى ده ظرف بيصف فعل بيدل على التكرار، مرة واحدة بالأسبوع. صلاح runs the fastest. صلاح بيجري بالشكل الأسرع. هنا الظرف ده بيدل على الكم. How much did صلاح run؟ هو صلاح جرى قد إيه، الكم بتاعه قد إيه اللي هو the fastest اللي هو الأسرع. يبقى في ظرف بيصف الكيفية ده خاص بالفعل، ظرف بيصف الزمن ده برضه خاص بالفعل، المكان خاص بالفعل، التكرار والكم خاص بالفعل. اوكي، فكل الظروف دي تصف الفعل. طيب نيجي بقى What is an adverbial clause؟ ايه هي شبه الجملة الظرفية؟ قال لي an adverbial clause is a group of words that includes a subject and a verb and acts as an adverb which modifies the verb of a sentence. شبه الجملة الظرفية دي مجموعة كلمات بتتضمن فعل أو بتتضمن فاعل وفاعل وبتعمل ظرف الجملة كاملة. بمعنى أنا بقول لك before he left the office، قبل ما يغادر المكتب، he had turned off the lights، هو أغلق الأنوار. لو خدنا بالنا أنا عندي هنا before، before ده conjunction، before ده رابط، أو before ده preposition، حرف جر أو رابط. طب لو هو رابط، هو before هنا شغال conjunction، شغال كرابط بيربط ما بين جملتين. before جاي بعديه فاعل اللي هو he، وبعد الفاعل فاعل اللي هو left ومفعول the office. before بقى بالهي بالليفت بالذي اوفيس، كل ده بيشتغل كادفيرب، كل ده بيشتغل كحال، حل ايه للجمله الثانيه اللي هي هي هاد تيرند اوف ذا لايتس، ما هو اطفى الانوار. حال اطفاء الانوار ايه؟ انه تم قبل مغادره المكتب. فدي شبه جمله ظرفيه في محل حال. ايه الكلام الكبير ده؟ يعني احنا عندنا رابط بفاعل بفعل بمفعول وبعد كده قام، كل ده اسمه شبه جملة ظرفية اللي بيبقى فيها رابط، رابط وجملة بتيجي قبل جملة تانية بتبقى اسمها شبه جملة ظرفية بتصف فعل أو بتصف جملة، عشان كده اسمها شبه جملة ظرفية. ففي الجملة الأولى ده بيتقدم الجملة before he left the office، ده بتتقدم الجملة بتصف الجملة التانية إن هو had turned off the lights اللي هو أطفأ الأنوار، فده اسمها شبه جملة ظرفية. Mom goes to bed when she's sure everything is okay. ماما بتروح تنام لما بتتأكد ان كل شيء تمام. أو when اللي هو رابط، she اللي هو فاعل، is اللي هو فاعل، sure متأكدة، دي صفة everything is okay ان كل شيء تمام، دي برضو اسمها adverbial clause،
شبه جملة ظرفية. ليه؟ بتصف حال أمي، بتصف الفعل. ما صفة الذهاب إلى النوم؟ أمي راحت نام. إيه الصفة؟ صفة الفعل ده إيه؟ إن هي بتبقى متأكدة إن كل شيء تمام. يبقى إذا لما يبقى عندي رابط بفاعل، بفاعل بمفعول زي before زي after زي when، الجملة بتاعت الرابط بيبقى اسمها adverbial clause، شبه جملة ظرفية. ليه؟ لأن هي يا إما بتتقدم جملة يا إما بتيجي بعد فعل. بتتقدم جملة زي before he left the office اللي هو المثال الأول he had turned off the lights، أطفأ الأنوار. يا إما بتيجي بعد فعل زي المثال الثاني mom goes to bed when she is sure everything is okay، ماما بتروح تنام لما بتتأكد من أن كل شيء على وجه الأمثال. تمام، ده بالنسبة لشبه الجملة الظرفية. خلي بالكوا بقى، في فرق ما بين adverbial clause اللي اسمها شبه جملة ظرفية اللي احنا لسه متكلمين فيها، وadverbial phrase اللي هي العبارة الظرفية. ففي فرق ما بين clause وphrase. clause شبه جملة، phrase عبارة. clause شبه جملة، phrase عبارة. ده الفرق في المسمى. ايه الفرق في الشكل بقى؟ الفرق في الشكل ان adverbial phrase is a group of words that doesn't include a subject and a verb and acts as an adverb. الفرق ما بين شبه الجملة الظرفية والعبارة الظرفية ان شبه الجملة الظرفية فيها فاعل وفعل اللي احنا لسه شرحناها تفصيلا before he left the office، والجملة الثانية when she is sure everything is okay. انما العبارة الظرفية مجموعة من الكلمات لا فيها فاعل ولا فيها فعل. القاسم المشترك ما بين شبه الجملة الظرفية والعبارة الظرفية ان الاتنين بيشتغلوا كأدفرب، ان الاتنين بيشتغلوا كحال. الفرق ما بين شبه الجملة الظرفية والعبارة الظرفية ان شبه الجملة الظرفية اللي احنا لسه شرحينها دلوقتي اللي فيها مثالين before he left the office والمثال التاني when she is sure everything is okay، المثالين دولت شبه جملة ظرفية فيهم فاعل وفعل. انما العبارة الظرفية لا تتضمن فاعل ولا فعل، بيبقى preposition واسم، يعني حرف جر واسم مجرور. Amir traveled to Dubai. أو to Dubai دي اسمها adverbial phrase، عبارة ظرفية. I was on holiday، أنا كنت في الأجازة، دي عبارة ظرفية by the way بطبيعة الحال. يبقى العبارة الظرفية ما فيش فيها فاعل وفعل، شبه الجملة الظرفية فيها فاعل وفعل. أوكي، نيجي بقى للتايبس أوف adverbs، أنواع الظروف. أنواع الظروف عندي 5 basic types، عندي 5 انواع رئيسيه باي ذا واي احنا اكننا بناكد عليهم تاني لان احنا لسه قايلينهم من شويه. عندي adverb of time زمان، عندي ظرف of place مكان، عندي manner طريقه، degree درجه، frequency تكرار. نيجي للadverb of time، ظرف الزمان. An adverb of time gives more information about when a verb takes place. واقع الأمر هو اسمه ظرف زمان فبيديني معلومات أكثر عن متى يتم الفعل. Adverbs of time are usually placed as the beginning or end of a sentence. ظرف الزمان اللي هي الكلمات الدالة على الأزمنة، يعني في الغالب كده يا إما في أول الجملة يا إما في آخر الجملة، زي never, lately, just, always, recently, during, yet, soon, sometimes, usually, so far. كل دي اللي هي الكلمات الدالة على الأزمنة المختلفة، يعني so far أحد الكلمات الدالة على زمن المضارع التام. For example، على سبيل المثال، يا تيجي في الأول يا تيجي في الآخر. So far I have revived 3 times، 3 units، حتى الآن أنا رجعت 3 وحدات. هنا so far جاي في الأول وجاي بعديها جملة، طبعا هتساوي I have revived 3 units so far، فso far جاي في الآخر، هي تجيبها في الأول مطبوعة بكومة، هي تجيبها في الآخر. ده بالنسبة للظرف الخاص بالوقت. نيجي بقى للadverbs of place، ظرف المكان. ظرف المكان. Adverbs of place tells where the verb happens. ظرف المكان بيقول لي الفعل ده بيحصل فين. It's usually placed after the main verb. بيوضع بعد الفعل الأساسي or object أو بعد المفعول or at the end of a sentence. يبقى ظرف المكان لا يجي بعد الفعل الأساسي، لا يجي بعد المفعول، يا إما يجي في آخر جملة خالص بقى ونريح نفسنا. وما تنساش ان هو ظرف مكان بيدل على مكان زي here, there, nowhere, everywhere, out and above, below, inside, outside, into وهكذا. My father ابويا
asks me to come here and have lunch. أبويا بيقول لي تعال هنا وتناول الغداء. To come here, هنا. فهنا ده adverb of place. يعني ده ظرف مكان. My father asks me to come and have lunch here. الفرق ما بين الجملة الأولى والتانية إن here هنا جاية بعد الفعل وهنا في الجملة التانية جاية في آخر الجملة. ما أنت ممكن تجيب الحال adverb of مكان يا يعني إما بعد المفعول يا يعني إما بعد الفعل. في المثال الأول جاي بعد الفعل come here. في المثال التاني جاي بعد الجملة أو جاي بعد المفعول اللي هو have lunch اللي هو نتناول الغداء يعني. هنا تمام وهنا تمام. طب نيجي بقى للنوع الثالث اللي هو الـ adverb of manner. adverb of manner اللي هو ظرف الكيفية أو ظرف الطريقة. وطبعا الـ adverbs of manner give more information about how a verb is done. إزاي الفعل يفعل. most of them ends in ly. معظمهم بيبقى منتهي بـ ly لأن ده نوع الأحوال اللي أنت درستها وأنت صغير من وأنت في ابتدائي. اللي إحنا كنا بنقول إن الـ adverb إن الحال أو الظرف بتجيب الصفة بتزود لها ly. هذا هو النوع الأشهر. adverb of manner ظرف الطريقة اللي بيصف الفعل زي carefully, quietly, neatly, slowly, quickly, sadly, calmly, politely, loudly, kindly, lazily. كل دي اسمها ظروف طريقة تبين الطريقة التي يتم بها الفعل فهي تصف فعل. هي بتصف فعل. She always talks politely. دائما وأبدا ما تتحدث بأدب. فهنا politely بأدب بتصف الفعل اللي هو talks. okay. carries his vase carefully. اشتال هذه الفازة بحرص. carefully بحرص. بحرص دي بتصف الفعل اللي هو carry. and put it quietly وحطها بهدوء. بهدوء ده بيصف الفعل اللي هو put on the table. طبعا في بعض الظروف irregular بعض الظروف الغير منتظمة زي fast بتفضل fast زي hard بتفضل hard زي early بتفضل early. صلاح runs fast. صلاح بيجري بسرعة. فكلمة fast بتشتغل كصفة وكحال. تشتغل كصفة إذا ما سبقت الاسم. يعني fast دي ممكن تبقى صفة. إزاي؟ أنا ممكن أقول صلاح نفس الجملة كده. صلاح is a fast player. صلاح لاعب سريع. فهنا fast هنا صفة. fast هنا صفة. دي adjective. adjective. fast هنا صفة adjective. إنما fast في المثال ده adverb حال. ليه؟ لأن جاي بعد فعل. ففاست لو جت قبل صفة لو جت قبل اسم تبقى صفة. جت بعد فعل تبقى حال. أوكي ده بالنسبة لظروف الحال أو ظروف الطريقة. الحال الدالة على الطريقة. أوكي نيجي بقى لظروف الدرجة adverbs of degree. adverbs of degree explains the level or intensity of a verb. ظروف الدرجة ظروف الحال بتصف مستوى أو كثافة الفعل مدى قوته سواء كان فعل أو صفة أو حتى حال آخر زي almost, quite, nearly, too, enough, just, hardly, simply, so, extremely, completely, totally, absolutely. كل دي اسمها ظروف درجة. The weather is too hot. الطقس ساخن جدا. فتسو ده صنف درجة جاء قبل الصفة. مدينة has already has hardly eaten. أو hardly ده صنف درجة بيصف الفعل اللي هو eaten. أوكي. أما النوع الخامس من الظروف عندنا اللي هو adverbs of frequency اللي هي ظروف التكرار. ودي طبعا explains how often the verb occurs. بتصف كم مرة يحدث الفعل. عشان كده اسمه ظرف تكرار. They are often placed directly before the main verb of a sentence. توضع مباشرة قبل الفعل الأساسي للجملة. زي مثلا عندي always, never, usually, rarely, seldom, sometimes, normally, again, or occasionally. كل دي اسمها ظروف تكرار. adverbs of frequency. هي كلمات دالة على الـ present simple by the way. هي كلمات دالة على زمن المضارع البسيط على أي حال. علي always looks after his family. علي دائما وأبدا ما يعتني بأسرته. always ده ظرف درجة جاء قبل الفعل الأساسي. my mother rarely goes shopping. ماما نادرا ما تذهب للتسوق. بس ما تنساش إن ظروف الدرجة بتيجي بعد verb to be. يعني ايه؟ احنا بنقول ظروف الدرجة بتيجي قبل الفعل الاساسي للجملة زي علي always looks.
after نصفين بيعترب قصاد. طب انا لو عايز اقول علي دايما حريص هتبقى علي is always careful about his family. علي دائما وابدا حريص على اسرته. فلو خدت بالك ان انا هنا جبت از قبل اولويز، ازاي مش از دي من ضمن الافعال؟ بس فيرب تو بي فعل بلطجي ما بيمشيش عليه قواعد، لذلك ظرف التكرار بيجي بعد فيرب تو بي. يعني ظرف التكرار يجي قبل اي فعل الا فيرب تو بي يجي بعديه. ظرف التكرار يجي قبل اي فعل الا فيرب تو بي يجي بعديه. اوكي، نيجي للنوع السادس من parts of speech، من اجزاء الكلام، الا وهي articles or determiners، ادوات التعريف والتنكير المحددات. What are determiners؟ ما هي المحددات؟ Determiners are words that are used before nouns in order to show which thing you mean. المحددات هي كلمات تستخدم قبل الاسماء لتحدد اي شيء انت تقصد، عشان كده اسمها determiner، محدد. والdeterminers are types of adjectives، هي من انواع الصفات. يعني determiner ممكن يبقى adjective which determines the number or quantity of the noun after them، اللي ممكن تحدد ايه هي الرقم او الكميه بتاعت الاسم اللي وراها. يبقى determiner ممكن يبقى word، ممكن يبقى كلمه a and that، ممكن يبقى صفه some any، وده هنجيلها دلوقتي. طيب ايه اشهر الديترمينرز عندنا في الانجليش؟ اشهر المحددات ديترمينر، ركز في المصطلحات. ديترمينر يعني محدد. عندي اولا الارتكلز، الادوات a an or that. عندي demonstratives اللي هو الاشاره this that these those which whom. عندي possessives الملكيه my his her its your our their whose وهكذا. عندي quantifiers محددات الكم a little a few many much some any. نيجي واحدة واحدة لكل نوع من الأنواع اللي احنا لسه قايلينها دلوقتي. What are articles؟ ما هي أدوات التعريف والتنكير؟ إيه هي؟ An article is a word used before a noun to show whether the noun refers to a particular example of something or to a general example of something. الأداة هي كلمة تستخدم ما قبل الاسم، استخدمها قبل الاسم عشان تبين ان كان الاسم ده بيشير لحاجه معينه particular او بيتكلم لفكره عامه. الارتكلز هي نوع من الديترمينرز، يعني الارتكلز اللي هي الادوات هي احد انواع المحددات. اوكي، طب انا عندي ايه الارتكلز اللي عندي في الانجليش؟ عندي definite articles و indefinite articles. عندي ادوات تعريف اللي هي ذا، وعندي اداتي تنكير indefinite articles اللي هي a or an. إذا بتعرف الـ A والـ N طبعاً بتديني إن أنا بتكلم عن شيء نكرة لا أحدد شيء معين. فأنا بقول عمر had an old Toyota، عمر كان عنده تويوتا قديمة. So he decided to buy a new Mercedes، فهو قرر إن هو يشتري مرسيدس جديدة. The Mercedes is black. لو خدنا بالنا إن an old Toyota N، جبت N عشان جاي بعدها vowel، old ده بدأ بـ vowel يعني بدأ بمتحرك. وطبعا انا بشير لحاجة واحدة من ضمن مجموعة اشياء، يعني انا بشير لعربية تويوتا واحدة من ضمن مجموعة عربيات. فانا هنا بتكلم بشكل عام، هنا بتكلم بشكل فيه تنكير، بشكل فيه نكرة، مفيش فيه تعريف. هو كان عنده عربية قديمة، فقرر ان هو يشتري مرسيدس بقى. ما هو برضه ده في شكل فيه تنكير، هيشتري عربية مرسيدس من ضمن مجموعة عربيات انا ما حددتش ان المرسيدس اللي هو هيشتريها، مع عربيات المرسيدس كتير. فانا لما بتكلم بشكل فيه تنكير بجيب A أو N. طيب اشمعنى بقى الجملة التانية بادئة بذا نيو مرسيدس، بالمرسيدس الجديدة؟ لأن خلاص ده اسم بقى معرف بالنسبة لي. هو كان عنده تويوتا قديمة فقرر يشتري عربية مرسيدس. العربية المرسيدس الجديدة دي بقت بلاك، لأن أنا خلاص عرفت أنا بتكلم عن إيه. عندما يذكر اسم التاني مرة فأنا عرفته، فلازم أستخدم له أداة تعريف اللي هي ده. يبقى أنا عندي أداتي، عندي أداتين، عندي نوعين من الأرتيكلز في الإنجليش. definite أداة تعريف اللي هي ذا، indefinite أداتي نكرة اللي هي A أو N، دي أدوات نكرة. أوكي. The part of speech number 7 اللي هو جزء من أجزاء الكلام السابع، ألا وهو the prepositions، حروف الجر. What are prepositions؟ ما هي حروف الجر؟
A preposition is the word that is used before a noun, pronoun, gerund, or even an infinitive to show place, time, direction, purpose. طبعا حرف الجر كلنا عارفينه، ده كلمة بتيجي قبل اسم. ركز في التعريف، ركز في التعريف، ركز في تعريف كل حاجة أنا بقولها لك، ركزي في تعريف كل حاجة أنا بقولها. حرف الجر دي كلمة بتيجي قبل اسم، ضمير، أو حتى صيغة ing، أو حتى مصدر. ليه؟ بتبين مكان، بتبين وقت، بتبين اتجاه، بتبين غرض. يعني أنا بقول there are hardly any rules as to when to use which preposition. The only way to learn the prepositions is. صعب إن يكون في قاعدة واضحة لاستخدام حروف الجر، مفيش قاعدة واضحة لاستخدام حروف الجر. فأنت هتعتمد على your knowledge، على معرفتك، وإنك تحاول to look them up in a dictionary. انك تحاول ان انت ذات نفسك تطلعها في قاموس. يا ده حتى لوك زم اب مستخدم لي بروبوزيشن اللي هو اب، جمع لوك المعنى اتغير. لوك زم اب معناه يبحث عن كلمه في قاموس، ده بخلاف لوك فور معناه يبحث عن، بخلاف لوك ات اللي معناه ينظر الى، بخلاف لوك افتر اللي معناه يعتني بيه. فشفت الشجره اللي انا قلتها ديت؟ طب جبتها منين؟ انا جبتها منين؟ ما انا مسكت ان لوك معاه بروبوزيشن معين زي اب. من التكرار بقى ومن المطالعه عرفت ان لوك اب يبحث عن كلمه في قاموس، لوك فور يبحث عن، لوك ات ينظر الى، لوك افتر معناه يعتني به، لوك لايك معناه يشبه، وهكذا. وكمان ان احنا تو ريد ا لوت ان انجلش، انك تقرا كتير بالانجلش هتلم حروف جر كتير. تو ليرن از ماني يوسفول فريزز از بوسيبل باي هارت. شفت باي هارت دي معناها عن ظهر القلب، يعني نحاول نتقنها قدر المستطاع، لان هي ما فيش قاعده واضحه لاستخدام البروبوزيشن، ملهاش قاعده معينه. يعني ما اقدرش اقول لك لوك بي مع اس، كان جبنا اربع حروف جر مع لوك اهوت ومعناها اتغير تبع الحروف الجر. فلازما الطريقه الوحيده اطالع القاموس كتير، اقرا كتير، احتك كتير، احل كتير. اوكي، طب ايه هي اهم انواع حروف الجر؟ في حروف جر داله على الدايركشن، على الاتجاه. I walked slowly، انا مشيت ببطء towards the train station، اتجاه محطه القطار. I took the train from Aswan station to Cairo. خط كل ده اتجاهات بقى، خط القطار من أسوان إلى القاهرة. عندي كمان، عندي preposition دل على time، دل على الوقت. I was born on September. أنا ولدت في شهر سبتمبر 26 1976، في 76. I have worked for المعاصر since 2014. شغال في المعاصر من 2014. أدي خاصة بالوقت. I did the shopping before going home. عملت التسوق قبل الذهاب الى البيت. ده حرف جر دل على الوقت. برضو في حروف جر دل على المكان. I found my keys under the table. لقيت المفاتيح تحت الترابيزه. I found the litter into the bin. انا رميت الزباله في قلب السله. اوكي، ده بالنسبه لحروف الجر. نيجي بقى للكونجنكشنز، للروابط. A conjunction is the word which is used to join, conjoin, connect parts of a sentence. الروابط هو عبارة عن كلمة تربط أجزاء الجملة ببعضها البعض. عندي ثلاث أنواع من الروابط. عندي coordinates يعني روابط نسقية، subordinates روابط تبعية، correlative روابط متلازمة. يعني إيه واحدة واحدة عشان أنا مش فاهم، هنفهم. أولا نيجي للcoordinating conjunctions اللي هي الروابط النسقية. Coordinating conjunctions connect items which are the same grammatical type. For example, they join words to words, phrases to phrases, or clauses to clauses. يعني ايه؟ الروابط النسقية دي روابط بتربط ما بين أجزاء من الكلام من نفس النوع. يعني يا إما تربط كلمة بكلمة، يا عبارة بعبارة، يا إما شبه جملة بشبه جملة، مش فاهم. يعني بص على المثال. عندي سبع روابط نسقية: but, yet, so, and, nor, or, for. دي اسمها رابط نسقية. He is clever but lazy. شوف هنا بط ربطت ما بين ايه؟ صفتين، كلمة وكلمة. هو شاطر بس كسول. Clever but lazy. I turned off the lights and went out. هنا ربطت عبارة بعبارة. Turned off the lights went out. من نفس النوع. You can join the trip or spend the weekend in the countryside. هنا ربطت جملة بجملة. Or you can or you spend. I can't say whether he's intelligent or stupid, for I have never talked to him. جملة بجملة. المهم انت في الروابط النسقية بتربط ما بين حاجتين من نفس النوع، كلمة بكلمة، عبارة بعبارة، شبه جملة بشبه جملة.
ده بالنسبة للروابط النسقية اللي هي تاني هم أشهر سبعة but yet so and nor or for. أوكي نيجي بقى للسوبردينيت أو الديبندنت كونجكشنز الروابط التبعية. الروابط التبعية من اسمها كده إن هي رابطة بتربط ما بين جملتين أحدهما تتبع الأخرى. يعني أنا بيبقى عندي كونجكشن اللي هو رابط وبيبقى عندي جملة ثانوية سوبردينيت وعندي مين كلوز اللي هو جملة رئيسية. مش معنى جملة ثانوية اللي هي مهمشة يعني أو إن هي مش مهمة، لا، بس في جملة بيبقى الفوكس عليها. يعني إيه؟ يعني أنا بقول although I was very studying، أنا كنت very busy studying، كنت مشغول جدا في المذاكرة. Mom insisted I help her prepare dinner. هنا أين هو المعنى الرئيسي؟ إن أنا كنت مشغول في المذاكرة ولا ماما أصرت إن أنا لازم أعد وجبة الغداء؟ طبعا ماما اصرت ان انا اساعدها في تجهيز الوجبه. ده المعنى الاساسي. المعنى الثانوي ان انا كنت مشغول. المعنى الاساسي هو اصرار الام ان انا اساعدها. فالذو بيجي بعدها جمله ثانويه او رابطه، يعني رابط عامه بيجي بعد جمله ثانويه وبعد كده المين كلوز اللي هي الجمله الرئيسيه. طيب ايه هي اشهر سوبردينيتنج كونجكشنز اللي هي الروابط التبعيه اللي بيتبعها جملتين احدهما ثانويه والاخرى رئيسيه؟ before قبل after بعد when عندما while بينما once بمجرد ان as soon as برضو بمجرد ان till until حتى although though رغم ان as عندما since لان whereas بينما so لذلك if اذا unless provided that وهكذا. after I had arrived home بعد ما وصلت البيت I showered انا استحميت. المعنى الاساسي ان انا استحميت امتى؟ لما وصلت للبيت. اوكي فده conjunction. اوكي وللعلم لو خدت بالك after I had arrived home دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن adverbial clause، يعني شيء بجملة ظرفية اللي احنا خدناها فوق من شوية كده، اللي احنا قلنا ان انا بيبقى عندي رابط وعندي فاعل وفاعل بيصف جملة تانية. يعني انا بعد ما روحت للبيت استحميت، ايه صفة الاستحمام؟ ان انا روحت للبيت الاول. اوكي everyone will enjoy the trip كل واحد هيستمتع بالرحله if you can come with us لو انت كنت هتيجي معانا. فاف ربط ما بين جملتين برضه before she left at 5 o'clock قبل ما تمشي الساعه 5 she had a snack. ده المعنى الاساسي ان هي she had a snack. اوكي يبقى ال dependent conjunctions اللي هي الروابط المستقله او الروابط التبعيه عفوا اللي انا بستخدمها بيجي بعديها جملتين، جمله اساسيه وجمله ثانويه. نيجي بقى للcorrelative conjunctions اللي هي الروابط المتلازمة. الcorrelative conjunctions are used in pairs to join alternatives or equal elements. الروابط المتلازمة دي اللي هي بتبقى عبارة عن كلمتين بتربط ما بين حاجتين عناصر متساوية، ربط بدايل ببعضها البعض، زي either or إما أو neither nor لا ولا أو not only but also ليس فقط ولكن أيضا whether or سواء أو. You can either come with us or ممكن تيجي معانا وتقعد في البيت. طبعا ممكن اقول you can either stay at home or come with us. فهنا في حاجات يحصل ما بينها تبادل نظراء، يعني هم على نفس درجة الأهمية تقدر تبدلهم مفيش مشكلة. فعشان كده الروابط دي اسمها الروابط التبادلية subordinating متلازمة، يعني بتربط ما بين عناصر متبادلة عناصر متساوية. She did not only help her mother, هي مش بس ساعدت مامتها but she also finished her homework بس هي برضه خلصت واجبها. يبقى الروابط المتلازمة بيبقى رابط ومعاه كلمة تانية وبيربط ما بين معنيين متساويين، معنيين ممكن يحصل ما بينهم تبادل. يعني أنا ممكن أقول في الجملة التانية she did not only finish her homework but she also helped her mother، عادي مفيش مشكلة، ده معنى متبادل ينفع أبدل ده المكان ده. أوكي نيجي بقى للانترجكشنز اللي هي التعبيرات الخاصة بالمشاعر. What is an interjection؟ ما هي تعبيرات المشاعر؟ An interjection is a word or phrase added to a sentence and is used to express a strong feeling or sudden emotion such as a shock, pain, disgust, joy, enthusiasm or pleasure. الكلمات اللي هي تدل على المشاعر دي كلمة أو عبارة بتضاف لجملة بتعبر عن مشاعر قوية أو عبارة عن شعور مفاجئ زي صدمة، زي ألم، زي اشمئزاز، زي مرح، زي حماس، زي سرور. يعني عندي عبارات دل على الضيق oh hey that's not funny، عندي عبارات دل على
عدم الاستحسان. زي شفت التي اس كي دي بتتنطق ايه؟ اللي هي طق طق يعني تت. Not good. لا 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 يا عم مش كويس. عندي تعبان دل على اشمئزاز. You yuck yuck I don't know how you eat this rotten fish. مش عارف ازاي انت بتاكل السمك المتعفن ده. Feel to bad bad dismay. Oh no ups ups I've got it wrong. حاجتها غلط. في dissatisfaction بقى اللي هو عدم رضا. Damn blast. Damn the doctor closed and my keys are inside. الدكتور قفل ومفاتيحي جوه. في شك بقى. I'm not sure مش متأكد. في بهجة فرع. Hooray yay woo. Hooray holiday till Tuesday. الأجازة لحد يوم الثلاث. في تعبانات دل على الألم. Ouch oh yeah ouch I hit my finger. أنا خبطت إصبعي. في تعبانات دل على الزعر. Egg in my kitchen. يعني في فار في الكيتشن بتاعي في المطبخ. في عبارة تدل على السعادة. ياي ويل دن صلاح أحسنت يا صلاح. في عبارة تدل على الإدراك realization. يوريكا ويل يا أندرستاند الوقت فهمت. كمان في عبارة تدل على الدهشة. جيبرز كريكي وانايس جاردن. يا لها من حديقة جميلة. نيجي بقى للترانسيشنز. طبعا بناء الجملة ده اللي احنا قاعدين بنتكلم فيه من ساعتها كل ده اسمه بناء جملة يعني. اوكي ولما نيجي نتكلم بقى في الجرامر بأمر الله هتلاقوا ان احنا بناخد بناء الجملة واحدة واحدة تاني. الترانسيشنز اللي هي العبارات الانتقالية عناصر الانتقال اللي احنا خدناها في الرايتنج في جزء الكتابة. الترانسيشن are words and phrases that are used to show the connection between two sentences or phrases. بتستخدم لبيان الرابط ما بين الجمل والفقرات. على فكره دول بالنسبه لنا يبقوا حفظ. ده حفظ نحفظهم. نبقى حافظينهم ايه؟ نبقى حافظين الكلمات وعارفين الغرض منهم. ان من اول اداشن لحد اكولي امبورتنت بتعبر عن الاداشن بتعبر عن الاضافه والعطف. نحفظهم. ان من اول also لحد true ده بتعبر عن الكمباريسن بتعبر عن المقارنه. ان من اول although لحد yet ده بتعبر عن الكونتراست بتعبر عن التناقض. ان من اول all in all لحد to summarize ان ده بتعبر عن الconclusion بتعبر عن الختام. ان من اول after لحد while فدي بتعبر عن السيكونس بتعبر عن التسلسل الزمني. ان من اول accordingly لحد thus ان دي بتعبر عن cause and effect ان دي بتعبر عن السبب والنتيجة. طب احنا بقى كنا خدنا ان في 30 sentences كان واجب كان عندنا 30 جملة واجب ودول هنحلهم مع بعض دلوقتي. by the way هنا بيقول لي A or N is a part of speech that names a person, place or thing. ايه هو اللي بيسمي شخص او مكان او شيء؟ فاجيب ده طبعا ده النوم ده الاسم اللي بيسمي شخص او مكان او شيء ده الاسم. طب هو part of speech that replaces a noun بيحل محل الاسم. ايه اللي بيحل محل الاسم؟ طبعا اللي بيحل محل الاسم is a pronoun هو الضمير لا هو conjunction رابط ولا هو صفة ولا هو interjection اللي هو تعبير عن مشاعر. طب is a part of speech that describes a noun or a pronoun. مين بقى هو جزء من اجزاء الكلام بيصف اسم او ضمير ده مين؟ ده اكيد طبعا ده الادجكتيف ده الصفه يعني الصفه هي اللي بتصف الاسم او الضمير. طب number 4 is a part of speech that modifies a verb بيصف فعل او صفه او حال. مين اللي بيصف فعل او صفه او الحال؟ فاكيد ده طبعا ده الادفيرب ده الحال. ما احنا قلنا ان الحال هو part of speech بيصف فعل او صفه او حال. طيب number 5 is a part of speech that join words or parts of a sentence together. ده جزء من اجزاء الكلام بيربط الكلمات او اجزاء الجمله مع بعضها البعض. ده مين بقى اللي بيربط الكلمات او اجزاء الجمله مع بعضها البعض؟ ده الكونجنكشن ده الرابط لا هو صفه ولا هو تعبير دال على المشاعر ولا هو ضمير. Number 6 is a part of speech that shows emotion. مين اللي بيبين المشاعر؟ ده طبعا الانترجكشن الانترجكشن التعجب او الكلمات الداله على التعبير عن المشاعر. اوكي نمبر 7 which of the following is an indefinite pronoun ايا مما يلي هو ضمير نكره ايا مما يلي هو ضمير نكره this ولا everybody ولا no ولا yes اكيد طبعا everybody كل واحد
ما هو غير محدد، ما هو everybody مين بالظبط يعني؟ ما انا ما حددتش حد، فعشان كده everybody ده نكره، لان this اسم اشاره اكيد طبعا بشير مش بشير لنكره، yes و no ملهاش علاقه بالموضوع. طيب number 8 which of the following is a proper adjective؟ صفه داله على اسم علم، يعني صفه مشتقه من اسم علم. angry ولا good ولا some ولا french؟ اكيد french لان هي جايه من فرنسا، جايه من فرنسا اللي هي اسم علم. اوكي نمبر 9 رقم 9 which of the following is a quantitative adjective؟ ايا مما يلي دي صفه كميه، يعني صفه تدل على الكم. angry ولا french ولا good ولا some؟ طبعا some اللي معناها بعض بتدل على الكم. نمبر 10 the word is a numeral adjective، يعني هي صفه داله على رقم، صفه داله على رقم. هل nervous متوتر little قليل ماتش كثير ولا سيرفر متعدد؟ اكيد سيرفر لان اصلا سيرفر بتيجي مع الاعداد فيدل على رقم. 12 the word is both numeral adjective and a quantitative adjective، هي بتشتغل على الاثنين، سواء ان هي كانت numeral بيجي بعدها عدد يعني او بيجي بعدها كميه. مين من دول ينفع يجي وراه عدد او ينفع يجي وراه كميه؟ اكيد طبعا سم، سم بيجي بعدها اسم معدود جمع او اسم لا يعد، عشان كده اسمها numeral، يعني هي صفة عددية دل على عدد، و quantitative صفة كمية دل على كمية يعني. 12 an adverb اللي هو الحال can describe a، الحال بيصف a، verb فعل ولا adverb حال ولا adjective ولا التلاتة؟ أكيد طبعا بيصف التلاتة، الحال ممكن يصف فعل، ممكن يصف حال، ممكن يصف صفة. اوكي 13 which of the following transitions can be used to start a conclusion؟ ايا من عناصر الانتقال التاليه بيستخدم في الختام، انا عايز اختم هقول ايه؟ طبعا دون النظر الى الى الاختيارات اصلا واضحه يعني to sum up اللي معناه للختام. 14 transitions are used between، عناصر الانتقال بتستخدم ما بين ايه وايه in a paragraph؟ subject و verb، فاعل وفعل، ولا subject و object، ولا فاعل ومفعول، ولا ما بين السنتنس الجمل بس، ولا ما بين السنتنسز والباراجرافز؟ اكيد طبعا هي بتستخدم ما بين السنتنسز والباراجرافز، يعني ممكن عنصر الانتقال يربط ما بين جمله والتانيه او فقره والتانيه. يعني انت ممكن تكون بتتكلم عن موضوع معين، يعني انت بتتكلم عن مثلا الاحتباس الحراري، فانت بتتكلم عن مشاكله، فانت بتقول ومن ناحيه اخرى بتبدا بها فقره تانيه. On the other hand it has affected us greatly، اللي هو أثر علينا بشكل كبير جدا. فممكن عناصر الانتقاد تربط ما بين جملة وجملة أو تربط ما بين فقرة وفقرة. عشان كده في رقم 15 قال لي إيه هي عناصر الانتقال؟ عناصر الانتقال هي طبعا words that help organize a paragraph using time order or list in order. هي كلمات بتستخدم لتنظيم الفقرة باستخدام ترتيب زمني أو باستخدام ترتيب قائمة. أكيد هو مش مجموعة من الجمل، ولا هي جمل بتدعم الفكرة الرئيسية، ولا هي مجموعة من الكلمات بتختم بها الفقرة. أوكي. 16 which of the following nouns expresses an activity؟ أي من الأسماء التالية بيصف نشاط؟ نشاط. دكتور ولا هاوس ولا سادنس ولا تريننج؟ أكيد طبعًا تريننج ده هو ده الوحيد اللي فيه نشاط. 17 wood is used for making furniture. الخشب بيستخدم لصنع الاساس. In this sentence في الجملة دي the noun wood، الاسم wood is the a of the passive verb is used. الاسم wood اللي هي كلمة خشب هو ايه للفعل is used، يقرب ايه للفعل ده؟ هو الضمير بتاعه wood مش ضمير، هي الكومبلمنت التكملة، التكملة دي بتيجي في الآخر. هو preposition حرف جر طبعا؟ لا أكيد هو subject ده فاعل الجملة يعني. اوكي حد هيقول لي يا مستر فاعل ازاي الخشب اللي بيستخدم هو مفعول؟ اه طبعا الخشب مفعول بس وقع في محل الفاعل، جاي في اول الجمله، وقع في محل الفاعل، واخد وظيفته ان هو جاي في اول الجمله يعني. اهو وود جاي في الاول. 18 what have you done؟ هو انت عملت ايه؟ The word what in this question is interrogative. ركز بقى المحاضرة اللي فاتت مش المحاضرة دي خدنا فيها الكلام ده، هي بقى ايه؟ احنا خدنا ان what دي حاجتين، يا اما ان هي interrogative pronoun اللي هي اما ضمير اشارة او ضمير استفهام، يا اما ان هي interrogative adjective، يا اما ان هي صفة استفهام.
هل وات في الجمله رقم 18 ضمير ولا صفه؟ ضمير. وعرفت منين؟ ما احنا قلنا ان ادوات الاستفهام لو جه بعدها الفعل المساعد على طول فهي ضمائر، ضمائر استفهام اللي هي interrogative pronouns. انما لو جه بعد كلمه الاستفهام اللي هي وات كلمه تانية اسم اخر زي تايم تبقى adjective. عشان كده في الجمله رقم 19 لما بيقول لي وات تايم از ات، الساعه كام، كلمه وات هنا عباره عن ايه؟ عن pronouns اللي احنا خدناها فوق ديت ولا تبقى adjective؟ طبعا تبقى adjective. ليه؟ لان هي مطبوعه باسم. لما اداه الاستفهام تتبع باسم تبقى هي adjective، تبقى صفة. لما أداة الاستفهام تتبع بفعل مساعد تبقى هي pronoun، تبقى هي ضمير. اوكي. 20. Those are my cousins. دول ولاد عمي. The word those in this sentence. كلمة those هنا demonstrative ايه؟ نفس القصة. الإشارة يا إما إن هو adjective يا إما إن هو pronoun. يعني يا إما إن هي صفة إشارة يا إما إن هي ضمير إشارة. لما تلاقي ان الزوز جاي بعدها الفعل فهي قطعا pronoun، pronoun possessive demonstrative pronoun، يعني ده ضمير إشارة عشان جاي بعد الفعل. انما في المثال 21 اللي جاي بعد الزوز مش فعل، اللي جاي بعد الزوز اسم، فعشان كده هي في 21 هي adjective. اقول تاني كلمات الاستفهام اللي هي what when when جاء بعدها الفعل فهي pronoun ضمير، جاء بعدها اسم تاني زي what time time مثلا يبقى هي صفة pronoun. الإشارة برضو زي this و those و that و this، this و that و this و those، الأربعة دول جاء بعدهم الفعل فهي pronouns، جاء بعدهم اسم فهم adjectives، صفات، بحيث إن الصفة بيجي بعدها اسم يعني. 22. Your success has made us happy. نجاحك خلانا مبسوطين. happy بقى بتصف ايه؟ يعني happy بتصف ايه؟ هل بتصف ميت؟ بتصف الفعل، الصفة ما بتصفش الفعل. هل بتصف النجاح؟ ما هو النجاح مش مبسوط. هل بتصف انت؟ لا هي مش بتصف انت، بقول نجاح خلانا احنا مبسوطين، فطبعا هابي هنا بتصف اس. اوكي. 23. The door opened. الباب فتح. الفعل opened في الجملة ديت ايه؟ transitive متعدي، intransitive غير متعدي، اوكي، ولا هو باسيف مجهول، ولا هو مودل. على فكره احنا بس عدينا جمله، يعني احنا هنحل 23 لغايه 24. يبقى اي اوبند ذا دور، انا فتحت الباب. في الجمله دي الفعل اوبند ايه؟ متعدي ولا غير متعدي ولا مجهول ولا ايه بالظبط؟ لو خدنا بالنا ذا دور اوبند، الباب فتح، طبعا مفيش مفعول في الجمله دي. طب مين الفعل اللي بيجي ملوش مفعول؟ ده الفعل الغير متعدي اللي هو الفعل اللازم intransitive، اللي هو الفعل الانترانستيف. الفعل الغير متعدي اللي هو الفعل اللازم هو اللي مش محتاج لمفعول، والجمله دي ما فيش فيها مفعول. فالفعل اوبن ده انا بادئ بالشيء اللي فتح لوحده، الفعل اوبن هنا ده فعل لازم. اوكي. طب اي اوبن ذا دور، انا فتحت الباب. اوبن هنا بقى ايه؟ لو خدت بالك اوبن هنا جاي بعدها مفعول، ما دام الفعل جه بعديه مفعول فهو فعل متعدي، هو فعل ترانستيف، ترانستيف فيرب، هو فعل متعدي عشان جاي بعديه مفعول. ما هو لو ما جاش بعديه مفعول كان هيبقى لازم، ما هو الجمله اللي فوق ما فيش فيها مفعول فكان انترانستيف، دي فيه مفعول فهو طبعا لازم. طب 25. مفعول، في مفعول فهو فعل متعدي ترانستيف عشان في مفعول. اوبن ذا دور، ذا دور مفعول، فهنا اوبن متعدي ترانستيف، ده في رقم 24. في رقم 23 انا ما عنديش مفعول، ما فيش بعد اوبن حاجه، فالفعل لازم اللي هو انترانستيف. 25. The door is open. الباب مفتوح. كلمة open نوعها هنا ايه؟ اكيد طبعا نوعها هنا صفة adjective. open مفتوح ما جاي بعد verb to be، والصفات بتيجي بعد verb to be. 26. I have only 200 pounds. انا معايا فقط 200 جنيه، بما في ذلك 20 جنيه I will give to the driver، ان انا ده للسائق. include النوع ايه؟ هل هي فعل؟ لا مش فعل. هي اسم؟ لا مش اسم. هل هي صفة؟ لا. هي اصلا including preposition، يعني مفيش فيها اجتهاد، كلمة including ده حرف جر. اوكي. 27. 27. She works hard. هي تعمل بجد. hard في الجملة دي شغالة ايه؟ كلمة hard. She works hard. شغالة ايه؟ فعل ولا adverb ولا adjective؟ طبعا كلمة hard في الجملة دي جاية بعد الفعل فهي adverb، فهي حال. ما هو اللي بيجي بعد الفعل وحال. اوكي. 28. 28.
This soup is too salty to drink. الشوربة دي مملحة قوي. The word too is an A, adverb of A. To دي ظرف A. هل ظرف درجة ولا طريقة ولا وقت ولا مكان؟ دي طبعا ظرف درجة. Adverb of degree. ما هي too من ضمن ظروف الدرجة. 29. ودينا ate a slice of meat. ودينا أكلت شريحة من اللحم. أني كلمة من دولت اسم. أني كلمة من دولت اسم. في 29 هل ودينا ولا اكلت ولا لحمه ولا ودينا واللحمه؟ طبعا اكيد طبعا ودينا واللحمه دول اسماء. الميت لحمه ودينا اسمه بقى. الميت لحم ده اسم ودينا اسم. سمير's hair is silky yellow. يعني شعر سمير حرير لونه اصفر بحريه. ايه هنا الصفه اللي هنا ايه؟ سما ولا شعر ولا سيلكي؟ اكيد طبعا سيلكي. سوكي ده المعنى حرير، هي دي الصفة، مصنوع من الحرير أو لونه لون الحرير يعني. وبكده نقول خلصنا السيشن دي. السيشن دي كانت طويلة شوية بس مش مشكلة، المهم نكون استوعبنا تركيب الجملة على مدار المحاضرتين. ما ننساش إن احنا عندنا إن شاء الله إكزام، عندنا امتحان بأمر الله هيكون متاح بداية بأمر الله من الغد. أشوفكم في اللايف اللي جاي بأمر الله، اللي هو المحاضرة اللي جاي إن شاء الله. لحد ما نيجي للوقت ده بأمر الله، أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.